أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي قارب قواليس عزيزي ذي الليام في 83 دي سورة القصص الأغذيقة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إن ندر الأخرة الأخيرة ويفغدي ندي جنث إقمثلنا الأخرة إن ندي أوشي متهجا إن ندي هجاس إيقاد ونفغرمة السعرين من السنة غفظ مثل السنة يا عباد الدنيا والسمغرنا لمن السنة ونفغلنا الأخ من يفساد ذي قاعة إن هذا الويدي سنة الصفة ذاك يقول نفت السعر إهجيس ربي يخرط خطر مرد لنيا مدينة وبلغ دخيقا تلك الدار الآخرة معناه سوى شو نسيهم أريجازيا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى العبد العبد يحمل أثي جازي سوى إنه تفكر أين يتفكر مرة ويسعر مزاي أشحال العبادة يتنعي من الدنيا إتشان سوى نلسان كسبن ولش دي شو مكو إذن يخص المرة أكو ولكن يسد الوقت كذي إنه يروح جان كل شيء يروح كلش وعن أثقى بمسيد ربي سيد فعل مسيد إذن ده شو يقول هاني العب ذين يتسدومن أين ينسدومرا ونسايد ده شو يقول فعل فابيس هذا خطأ طال الزمن وأم قصر إما أذي الجذن سماري الجن الحالة اللي هي يسعي شكل وإما ذي الحالة اللي مرة ذي الجن كجام يود ذي سنة فقيت قولي مرة نخسر يتمثلنا سيد ربي مشبيح اكفرنا يعني اكهجان يخرث العالي نصيب ربي جميعنا يتمثلنا يكفر ربي الجنة يتمثل جميعا المخي ومن امس يخدم سيد ربي ومن اتزيين ومن اتهجام اهجات يودي سعال سنة صفة ذاكم وسنة صفة ذاكم وديننا نغذي ذاك يتزلان نغذي ذاك يتزومن نغذي ذاك يتحجون نغذي ذاك يتزكين اين لن شائر دين او الفرائض دين ولكن دين لن يرثنا يرى نفسي عباد اتكبر استكبر ذاك ما كينسير اتسفسد تسفسد ديقة عامة يرى ذاك ما كينسير اذن ذا المعاملة لن يرى ذاك مثل نغي عباد سويني ماذاك الذي يعيس اكتب سيد ربي جنث كاكيا باش انظر يعني المعاملة دواجين الدين الدين المعاملة الدين هذه قصيدة الرسول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة الدين ذين الله قال لهم قال لك ذيك ما كنسي قال لك ذيك ما كنسي كاكيا خطر نكون يوم الساكيد الى عصر كنت عايشين وذا نشتاكي غير نعالج على خطر دواجين البوازون غيديهم خزر كان انت ظلنا انت صوزوم انت زكينا تحجوا توقع الضام يخدع على الغر شوى تشيد من الحرام توفى إبردان وليش كلام قوين ونخدم على كامل ومع ذلك نتصلى نخدم نتصوزم ونخدم الشعائر الدين ونتحجم كيف ولكن أنشتقي في الحقيقة وليت يقال معي خطر ونزرارا ده شو ما ينتظلى فظليث وثلالة الغاية أما كسب حسب أساقيم أساقيم حسب يسد الغاية صرف ما كانت الوبجيكتيف الدين تظليث انت ماشي الوبجيكتيف ستا مويه وإلا لا ذي الغاية ولكن ذي الوسيلة خصد كان سيد ربي مشبيح سبحانه وتعالى ندي قار وأقم صلاة إن دو أقم دينار صلوا دينار صلوا إن دو أقم وأقم صلاة بعد ذي سنة لا يثيم خلفا يوث تسوي ذا سوني يوث ثقر عمودي يوث أفقي وأقم صلاة يوث لا يدي قار وأقم صلاة لذكري إيوش من تظل بشد الذكر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وثيد المكتب هذه المكتب خمسة فردين دواس ذي تظلنا أشينا من دلو دار تظليف أي خطر تسجي كان تسجي إقر كزين غفيا الزكاة والسعبارة مدري منه والصدارة النصاب والتزكي دارة ماذا قلت سعام المرض يكون ويكون تزمارة ماذا قلت سعار المالية ويسعار الصحة ويتحجارة ولكن تظليف وتغلارة غفيا أتظل تسيف ديم مزمر أتظل تسيغ مين وزمر أتظل تسيغ ما تظل تسيغس وزمر أتظل تسيغس أتظل سوالنيك مزمر لا تزال سوالنيك تزال سويه فظاليثك تبع حاشا ما يفغر روح لذا يفغر روح يوهي الروين تيديف كان إذن فظاليث إن خيقاد وأقم الصلاة لذكري باش أثيد المكتب الوبجيكتيف تظاليث باش أثيد المكتب وسيدي ربي شو باش أثيد المكتب أثيد المكتب دقوينيك حرم دقوينيك حل وقيثوا رأينا ندك مرد الشحوث الظليف عمودين غسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مرد نغير ثين العباد أمكان الذي قال قثمتنا الذي قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
إذن ذا سوى الذي قال سيدا وأقم الصلاة لذكر بشيء دمكتين وذا الأوغر وذا مثل غي عبا الذي قال سيدا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر معنى فظل ذاكيد لهم فين الدير مرة يقرب ذا مثل المعنى ينسلسل لا يتقيم أدن مكتي سيدا ربي الخالق سبحانه وتعالى يغدين هام ونخدم رأي من دير وذا مثل إذن فظليت ستا موايا ويلا رد لافان ويلا رد لوبجيكتيف ستا موايا باش نخدم أين العاين اللي وذ مثلنا ولكن ماذا قلوا نخدم أين العاين ولا رد الملح دي المكلة دخل الحمد فظليتني لا رد شو نزول الذي قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له إذن فظليت ماذا قلنا وكيد الهارم فين ندير قالت وذ مثلك يا عبادي لا تحسبي مالك احسبي مالك وتزور كان يد مثل المعنيين ما رجل عقيب اللي ما رجل نروح دي المعاملات يقرأ ذي الخلق نسيد ربي أما كنوا الزلنا أما كنوا نصمنا أما كنوا نزكرا أما كنوا نحجرا خير الدين برا يروح كامل خطر شمية أنا مرة أنا مكان الحساب كامل أنا وضر دين كل يوم من كي تسين اسمه لجد خلصا استظالي ديك حشا ما تروح أتخلص الصيام لين حشا ما يروح أتخلص سلحج لين حشا ما يروح رسول صلى الله عليه وسلم يمي روح أنا الغرس أنا نستمغرف يتصوصوا من عام 12 شهر دقواس تظل عام 12 شهر دقيم ولكن تتابعوا الجيرانيس ده شهر دينا رسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار ينس الجهنم ميتي الجهنم معناه خزر كان فصلت ني شوت ثمانية عام الصيام ني شوت ثمانية عام اي خطر ديني في كيخيت باش تيلي لهنا غيراف مثل ما غيعيب ولكن فصلت اسيد المكتي ذا مكتي غاد الاد المكتي سيد ربي 50 بعد ندوكاس بلا يحل غد اين غد يحل ويحرم ما غدينا غد اين غد يحرم ما دام مكتي تزلط وتسافر برا ما دام مكتي تزلط تزلط وتخدع برا ما دام مكتي تزلط وتزكى برا الوالدينيك وتزور برا الجيرانيك وتخدم برا غير ندير يلعب تشمر يلعب السينار الكيكه هي مثلا سبحان الله أكام إذ قال سيد ربي مشبيح ذي القرآن الكريم أكثر من 70% ذي القرآن الكريم يفكر في سيد ربي المعاملات ديني لله كون دبي تلبن كون دبي تريس على العبد يجلس الوث مثلا يسي عيلة أكثر من 70% ذي القرآن الكريم يهدر دغفايا جم أم كان يتعامل أما ذي الوقت دين نغض الجير النغض يقربن ذي قعب ذي كفادنا ما ذي الخذ ما خذ كلش أك يمر هذا مكان هدر أيها من هذا مكان شيء ما هذا مكان صغيمة يمر هذا مكان يحو يمر كل شيء يمر يأخذ دبران 70% ذي القرآن الكريم في المعاملات في يأخذ دينار أكاية مثلا